مشاهدينا الكرام، مسعدت مساء وطابت اوقاتكم. مرحبا بكم الى لقاء جديد وعدد جديد من برنامج الاسبوع المغربي. الاسبوع المغربي في هذه الحلقه سنبدا بالندوه او ندوه رؤساء البعثات الدبلوماسيه والقنصليه الجزائريه والتي احتضنها قصر الامم بالجزائر. النقطة الثانية في المحور الأول، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين قوسين يتأسف للفهم الخاطئ بالنسبة للسلطات الجزائرية والشعب الجزائري قاطبة. والنقطة الثالثة في المحور الأول هو مرافعة الجزائر، بعد مرافعة الجزائر أقول لعودة البلد العربي، عودة سوريا إلى الحاضنة العربية في انتظار القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر شهر مارس المقبل. المحور الثالث مشاهدينا الكرام سنخصصه للمستجدات في ليبيا، وهل ستكون الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كما هو محدد لها، علما أنه هذا الجمعة ستحتضن باريس مؤتمر لدعم ليبيا. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه المحاور هذه المحاور والإجابة على بعض الأسئلة، أسعد باستضافة محلل البرنامج الأستاذ عبد الحكيم بوغرارة الإعلامي والمحلل السياسي. مرحبا. مرحبا، أهلا بالمشاهدين وبالضيف الكريم. ونسعد كذلك باستضافة الأستاذ الباحث والأستاذ الجامعي الأستاذ وحيد بوطريق. مرحبا. أهلا وسهلا بك ومرحبا بضيفك الكريم وبكل المشاهدين. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونبدأ النقاش مباشرة داخل الأستوديو. مشاهدينا الكرام، وعلى مدار 3 أيام احتضن قصر الأمم بالجزائر العاصمة ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، والتي افتتحها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحضور البعثات الدبلوماسية والقناصلة بالجزائر. الأستاذ بوغرارة، أبدأ معك، تابعت هذه الندوة التي افتتحها رئيس الجمهورية وأشرف عليها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة، ما هي قراءتك لهذه المناسبة علما أنه منذ سنوات في الجزائر لم تجتمع البعثات الدبلوماسية مع رئيس الجمهورية؟ هل هي لرسم معالم جديدة تتماشى والسياسة الخارجية الجزائر، أم أن هناك أهداف أخرى؟ السلام عليكم. أعتقد بأن اجتماع رئيس الجمهورية مع الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالنظر إلى نوعية الخطاب والرسائل الموجهة، أنا أعتقد بأن الرئيس عبد المجيد تبون ليس راضيا على أداء الدبلوماسية الجزائرية، لأن الخطاب تضمن يعني العديد من المصطلحات التي كانت تصب بأن الدبلوماسية الجزائرية تراجعت كثيرا، وعندما تراجعت الدبلوماسية أصبح هناك فراغ، ومثل ما يقولون الطبيعة تعبى الفراغ، وبالتالي هناك الكثير من القوى الأجنبية والإقليمية التي شغلت الفراغ الذي تركته الجزائر، وما وصول الأزمات لتشكل حزام ناري على الجزائر إلا دليل على أن الدبلوماسية الاستباقية والدبلوماسية المؤثرة ودبلوماسية جمع المعلومات ومنحها لصناع القرار في الوقت المناسب كانت غائبة طيلة هذه السنوات، وهذا كان يدفعنا كذلك للحديث عن المعايير والمقاييس التي كان يتم بها تعيين الدبلوماسيين، وبالنظر للشكاوى كذلك التي كانت تصل إلى رئاسة الجمهورية وإلى الإعلام الوطني وإلى الخارجية، وأخيرها قضية فتح تحقيق في أسعار التنقلات بين الجزائر ومختلف بقاع العالم والغلاء الغير مبرر والغريب جدا، شركة النقل الخطوط الجوية الجزائرية، نعم، تذاكر المسافرين، نعم. كل هذا يعني يعكس مدى الوضع الصعب الذي تعيشه الدبلوماسية الجزائرية، وإن كان ربما الخطاب الذي تم تسويقه عبر الإعلام كان خطابا هادئا، إلا أن النقاشات والتوجيهات والتعليمات أعتقد بأنها كانت صارمة، وما حديث الرئيس عن ندوات أخرى لتقييم الأداء بعد 6 أشهر أو عام، أعتقد بأنه ستتغير، قال بأنها ستكون
سنة حميدة أننا نلتقي مرة كل 6 أشهر أو مرة في السنة، مركزا على المحور الأول أن الدبلوماسية الجزائرية لا يجب أن تكتفي بالتمثيل فقط، وإنما إلى التأثير والمشاركة واستباق الأحداث، مركزا على ما اسمه بالدبلوماسية الاقتصادية. أنا أعتقد بأن إعادة عقد الندوة بعد 6 أشهر أو عام أعتقد بأنه رسالة للمحاسبة وللمسؤولية. نعم. فالتمثيليات الدبلوماسية لن تترك دون محاسبة كغيرها من مؤسسات الدولة الجزائرية، فهي مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، ويجب أن يقيم أداء الدبلوماسيين ويحاسبون إن كان هناك تقصير، وبالتالي فهذه الندوات لن تكون سنة حامدة بقدر ما تكون مواقف للتقييم والمحاسبة وضبط الاختلالات، وبالتالي فهذه الندوة أعتقد بأنها بداية لمسار طويل من أجل رد الاعتبار للدبلوماسية الجزائرية التي يعني حرام أو لا يمكن بناؤها على شخص واحد ممثل في وزير الخارجية، وبالتالي حتى وزير الخارجية أكد في جملة قال بأن مصالح الجزائر هي كلها مترابطة ولا يمكن تجزئة مصلحة عن مصلحة مصلحة أخرى. شكرا الأستاذ بغرارة. الأستاذ وحيد بطريق، كيف تقرأ أنت هذه الندوة التي جاءت في ظروف تعيش الجزائر، يعني ضربات خارجية سواء اقتصاديا في تعطيل مصالح الجزائر، خارجيا انتقادات التغليط بتسريب معلومات خاطئة عن ما يقال عن الجزائر بصفة عامة أو عن المسؤولين وأدائهم سواء داخل الوطن أو خارج الوطن؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللقاء مع القناصلة ومع السفراء هو جد مهم وجاء في الوقت المناسب، وهذا بعد دراسة شاملة من طرف القيادة الحاكمة السياسية في البلاد، لأنه الوضع الجيوسياسي الإقليمي والدولي غير مستقر، وخاصة بعد جائحة كورونا، والجميع يجمع كل قادة يجمعون أن الوضع سيكون جد مختلفا. العالم أصبح غير مستقر، في جائحة كورونا شفنا الفاعلين الدوليين لم يستطيعوا أن يوحدوا جهودهم لمحاربة هذه الجائحة، وكانت فوضى عارمة في العالم، وهناك دول إقليمية برزت بعد جائحة كورونا، والوضع الجميع يتفق أنه لن يكون مستقبلا كما كان من قبل. الوضع أصبح جد خطير، ولهذا هناك حتى في وحدة المصطلحات في البرنامج الحكومة نقول أنها دبلوماسية ناشطة استباقية، وهذا حذر لها جيدا. وهناك نلاحظ حوالي 80 منصب في الدبلوماسية، وترتكز كلها على 7 محاور. المحور الأول واضح هي المغرب العربي والصحراء الغربية، المحور الثاني صحراء أفريقيا والساحل والصحراء الكبرى، المحور الثالث وهو الدول العربية، المحور الرابع وهي الدبلوماسية الاقتصادية، المحور الخامس وهو الشراكة الدولية، المحور الأخير وهو الدبلوماسية الجزائرية. هذه كلها استراتيجية للتحديات المستقبلية، وكما يقول أحد الدبلوماسيين المخضرمين زمان، يقول لك الدبلوماسي وهو الجندي الذي لا يحمل السلاح، يعني هو الذي يعمل بدون سلاح. هذه معروفة على كل حال، لأنه نستطيع أن نقول نحن اليوم في حرب، والذي لا يتموقع الآن في المستقبل لا يرحب من طرف هذه القوى الإقليمية والدولية والناشئة. ولهذا نشاهد تحركات كبيرة في الدبلوماسية، نسميها السياسية والدبلوماسية الأمنية، ولنا ما نقول في ذلك، خاصة في الأونة الأخيرة نشاهد كذلك استقبال وزير الداخلية للوزير النيجيري. من قبله كان طائرتون استقلته من نيجر إلى الجزائر، وهناك برنامج، وهناك حوالي خمس ولايات يعني من الجانبين على كل حال لتنمية المناطق والدراسة الشاملة في الحدود في التنمية المستدامة وكذلك في الأمن. وكذلك المرة الأخيرة أنشهد كذلك الوزير الموريتاني، وهذا كله أولا لتأمين حدودنا، وكذلك لفتح الطوق، وكذلك
وكذلك للتموقع مستقبلا. التموقع وشفنا الزيارة الأخيرة كذلك لها علاقة لها مرتبطة بعضها ببعض. الزيارة لرئيس الإيطالي اللي كان في الجزائر، وهذا بعد ما مشى السيد العمامرة وبعد أخذ وجد كذلك هي اتفاقية كذلك استراتيجية تدخل لفتح للجزائر لفتح الطوق في أوروبا في أوروبا. ونعلم أن في إيطاليا هناك الأسطول السادس الذي هو الذي هاجموا به ليبيا لما سقطت، وهناك إيطاليا كذلك تدخل في واحد المثلث أو تدخل في واحد المحور الصيني لطريق الحرير، وكانت تدمرت من جائحة كورونا من طرف الأوروبيين ومن طرف على أمريكا وعلى الأوروبيين. إذن الدبلوماسية تعمل كل ما فيها لأننا في حرب، ولابد هذا العمل الاستباقي للتموقع لتفادي ما لابد تفاديه. شكرا الأستاذ بطريق. أعود إليك الأستاذ بغرارة. الجزائر الآن تعيش حرب غير معلنة، هل برأيك هذه الندوة من بين الأهداف التي ترمي إليها أنه يجب أن تتكتل الدبلوماسية والبعثات الدبلوماسية في الخارج على ما يسمى بدبلوماسية الحرب إن صح التعبير؟ وحقيقة الدبلوماسية الجزائرية أنا أطلق عليها دبلوماسية حسن النوايا، وحسن النوايا في وقتنا بدون قوة عسكرية وبدون قوة اقتصادية تبقى النوايا لا تفي بالغرض، وبالتالي فما يحدث في ليبيا مثلا أو في دول الساحل أي دولة لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيئا، وما الخسارة التي منيت بها فرنسا في دول الساحل إلا دليل على أن العلاقات الدولية حاليا هي علاقات يجب أن تمارس ضمن تكتلات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية، لأن الجزائر من خلال تسويقها لخطاب يعني يراعي السلام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إلا يبقى هذا على مستوى وسائل الإعلام وعلى مستوى المنابر الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لكن الواقع يعكس الكثير من تغيرات وكثير من المعطيات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. عندما تذهب إلى الوساطة لحل أزمة يجب أن تراعي مصالح، وحتى تلك الدول تطلب منك الشراكة وتطلب منك الاتحاد والدخول معها في تكتلات حتى يكون يعني صوتك وموقفك قويا ومستندا على الكثير من الحلفاء. أنا لاحظت في هذا الجانب بأن خطاب العمامرة خاصة يعني قبل الدخول إلى ملف الجامعة العربية قال أمر مهم جدا، قال ربما بعض الدول العربية تقوم بعلاقات يعني أو تطبيع، قال بأن هذا يبقى أمرا داخليا، وأعتقد بأن هذا التوجه جديد في الدبلوماسية الجزائرية، لأن إبداء تلك المواقف المنددة والرافضة لهذا النوع من التطبيع والذي تعتبره دولا تدخلا في شؤونها الداخلية. الجزائر أعتقد بأنها قالت بأن الأمور الداخلية تبقى من خصوصيات الدول، وعلى الجزائر أن تبحث عن الحد الأدنى من التكتلات ومن التحالفات، لأن هذه العزلة وهذه القرارات وإن كانت يعني في صالح الشعوب وتعكس التمسك بالقيم، لكن الجزائر يلاحظ بأنها أصبحت في طوق أو في حصار بسبب هذه المواقف. نحن لن نتدخل في هذه النقطة. عذرنا على المقاطعة الأستاذ بغرارة. الجزائر معروفة بنشر ثقافة السلم والمصالحة سواء مع دول الجوار أو الدول التي تعيش بؤر التوتر كما تسمى أو تعيش أزمات داخلية. الندوة خصصت محور كبير كذلك لما سمي بالأمن ومكافحة الإرهاب خاصة منطقة الساحل التي أصبحت تحولت بعد انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة. ماذا بإمكان الجزائر باعتبارها دولة ساحلية، وهذا ما يجهله كثيرون يعني لما نتكلم عن الساحل الجزائر دولة ساحلية. هو حقيقة هو المشكل الذي تعانيه الجزائر أن الجزائر تتعامل بحسن نية، وهناك الكثير من أنظمة حتى في دول الساحل تبدي لك حسن النوايا لكنها في الميدان تتحالف مع أنظمة معادية ومع جماعات حتى إرهابية، وهناك رئيس دولة تم ضبطه كان يتفاوض من أجل نيل
حصته في الفدية العائدة من عمليات الاختطاف وحجز الرهائن، وبالتالي فهذه السياسة جعلت الجزائر دائما نفسها تجد في عزلة، لأن الأنظمة في الكثير من الدول هي أنظمة عميلة وتعمل ضد شعوبها وأظهرت ولائها للمستعمرات. لا توجد صداقات في السياسة، وإنما هناك مصالح يعني، وبالتالي ولا توجد عداوات دائمة على كل، وبالتالي فالجزائر مواقفها وتوجهاتها الدبلوماسية هي يعني مقبولة جدا وتثمن في العالم. أنا دائما أقول بأن المواقف الجزائر هي بحاجة إلى ردع عسكري وإلى ردع اقتصادي، يجب أن تتوغل في تلك الدول وتقيم المشاريع وتدخل في الشراكات مثل الشركة المتعددة الجنسيات التي وصل بها الأمر إلى تعيين رؤساء في الكثير من دول العالم. وبالتالي فهذه اللوبيات الاقتصادية يجب أن نتحول من دبلوماسية الدفاع إلى دبلوماسية الهجوم، والدستور المصادق عليه يمنح للدبلوماسية الجزائرية أو لصناع القرار إرسال الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج. إذا كانت هناك إمكانية لتوسيع المجال الحيوي أو الأمن الاستراتيجي للجزائر علينا أن نعمل ذلك، وإلا سنجد جيوش قوى معادية تحيط بنا في الحدود وسيصبح الأمر متأخر جدا. وبالتالي أعتقد بأن التحولات العالمية والعلاقات الدولية حاليا هي تمشي بالتكتلات وبالمكر وبالخداع وبالسيطرة على منابع النفط ومنابع الماء والامتداد في مختلف دول العالم. مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية دخلت بقوة في ليبيا، ويقال بأنها افتكت يعني عقود إعادة تدريب وتسليح الجيش الليبي، وحتى القمة التي ستعقد بباريس نائبة رئيس بايدن كامالا هاريس ستقوم بزيارة لمدة 5 أيام في المنطقة وهذه سابقة. أمر آخر حتى لا أطيل عليك أستاذ، أنا أعيب على الدبلوماسية الجزائرية وحتى صناع القرار أنهم لا يسافرون إلى إفريقيا، ما عدا القمم، ما عدا المؤتمرات المناسباتية، لا نشاهد كثيرا زيارات دولة أو زيارات حتى على مستوى الوزراء للدول الإفريقية، وثم فيما بعد نتساءل لماذا الكيان الصهيوني يعقد علاقات مع 40 دولة. أين هي الدبلوماسية الاستباقية؟ فحتى نحن كجزائر تفاجأنا يوما بأن إسرائيل أو الكيان الصهيوني دخل كدولة مراقبة في الاتحاد الإفريقي. شكرا الأستاذ بغرارة. الأستاذ بطرق، سمعت واش قال زميلك الأستاذ بغرارة، وهنا يفتح الجرح. يعني خلينا نكونوا صادقين، بوابة إفريقيا الجزائر ما كاش زيارة دولة، يعني لا نحرص، في حين فرنسا اليوم بعيدا عن المصلحة والمستعمرات القديمة، ها هي إسرائيل من الشرق الأوسط ترمي بثقلها في إفريقيا كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي. الدولة الوحيدة أو الدبلوماسية الوحيدة كان السيد رمطال العمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الوحيد الذي ارتفع صوته تقريبا ضد دخول إسرائيل كعضو مراقب لتخفيف الوطن. بعض المطبعين قالوا أنها عضو مراقب فقط، لا يحق لها التصويت للتخفيف من الضرر، ولكن وجودها في إفريقيا ماذا ستقدم؟ شوف، هو دخول، أولا دخول إسرائيل أو خطة دخول إسرائيل وكذلك إعادة دخول المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد مغادرته سنوات، هذا كان جد مخطط له، وهو لتدمير هذا الاتحاد الأفريقي، هذا هو المراد به لا أكثر، لأن الاتحاد، لأن إفريقيا هي الكعكة التي تريد القوة الإقليمية والدولية استغلالها، لأن إفريقيا هي سلة تيرفييرج اللي فيها الذهب والفضة والماء والماس والشمس والأرض غير مستغلة، وكل ثروات ما خلق الله على 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 هذه الأرض موجودة في إفريقيا، وحوالي 30-40% هذا بعض التقارير تقول موجودة كلها في إفريقيا، وتصبح هي الثروة الدسمة لإكمال واستمرار تنمية الدول المتقدمة. اليوم نشوفوا لقاءات تركيا أفريقيا، إيطاليا أفريقيا، فرنسا أفريقيا، أمريكا أفريقيا، كل إلا الجزائر. اليوم الجزائر كان لها غياب بفعل فاعل أنا أظن بفعل فاعل، وهذا خدمة لأجندة ما، لدولتين ما، وأقولها صراحة لفرنسا، لأنه اليوم الدول الإفريقية هذاك مونديلا ولا كابرال هم اليوم توفوا ما كاش، ولكن العقلية تبدلت اليوم. لولا
لو ما تستثمرش في افريقيا وتكون قوي بالاستثمار تاعك وتكون كاين لو بيزنس وكاين رابح رابح وما تبقاش بالشعارات القديمه والثوره هذيك عطات لنا في وقت ما زخم كبير، واليوم ما تبقاش تبكي على الاطلال اللي يعرضوك في يوم ما يوم موت مونديلا وتحكي تحكي المرقه نتاعك وتبدا تحكي ولكن ما يحتاجوك لانه ما فيكش فايده، ما استثمرتش في افريقيا لا كاموال. الله يبارك، الجزائر غنيه ولها من المصنعين ولها من الخبراء ولها ولها ولها، ولكن ولا ما استثمرتش في افريقيا سنضيع افريقنا، ستضيع افريقيا منا ونصبح ضعفاء ونصبح ضعفاء. امام الاتحاد الافريقي والمفوضيه الافريقيه هناك الجامعه العربيه وهناك عده مؤسسات يجب ان تفعل وان تؤدي واجبها حسب الاسم الذي تحمله. الحمد لله اليوم سامحني إذا سمحت على كل حال. نعم. اليوم أفريقيا أسود أفريقيا وهي الجزائر وجنوب أفريقيا والنيجيريا هم الذين يتحكمون هم لا. يتحكمون في أفريقيا بعد ما كانت تسيطر عليه بعض من الدولات التابعة لفرنسا مثل تشاد وكتيرا. هل تعلم أن منذ أن سميت الاتحاد الأفريقي الجزائر لا تترأس الاتحاد الأفريقي إلى يومنا هذا وهذا بفعل فاعل على كل حال. اليوم الاتحاد الأفريقي في يد آمنة، في يد تؤمن بالتغيير، تؤمن بأفريقيا، تؤمن بشعوبها. نستغل هذه الفرصة بقوة ونستثمر بقوة حتى تكون لنا مكانة في المستقبل وإلا نصبح طعبة ساغية للدول الإمبريالية. أما فيما يخص الدول العربية أو الجامعة العربية إن سمحت، الجامعة العربية اليوم هي في سرير موتي على كل حال، دون الكوما. الجامعة العربية لابد المعاملة تتغير وتكون ليونة حتى نستغل هذه الجامعة وما تبقاش كما راهي خادمة أو صندوق بريد لخارجية الأمريكية. نعم. داكور. نعم. والجامعة العربية لأنه لما نشوف مؤتمر بيروت كان الأرض كانت شعار الأرض مقابل السلام. سلام. اليوم نشهد بالسلام والأرض ما كاش. الجزائر كما قالها يوم الأيام الله أعلم بومدين قال لك فلسطين هي الاسمنت الذي يوحد الأمة العربية وهو الديناميت الذي يفجرها. اليوم أظن الجزائر لما تحركت أنا أظن تعود ترجع هذه الجامعة قيمتها وتعود فاعلة الخدمة لشعوبها. اليوم تخدم ضد شعوبها إلا على كراسي الأمارة والملوك كراسيهم وعروشهم شكرا للأستاذ بوطريق. في الدقائق الأخيرة من هذا المحور لأننا سنأتي إلى القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر شهر مارس المقبل، الأستاذ بوطريق، الأستاذ بغرارة، في الدقائق الأخيرة من هذا المحور برأيك الآن بعد هذه الندوة التي ستكون حميدة على حد تعبير رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سيكون لقاءات دورية كل 6 أشهر أو كل سنة، هل ستتمكن الآن الدبلوماسية الجزائرية تماشيا مع السياسة الجديدة التي الدولة الجزائرية بصدد رسمها مغاربيا وإفريقيا؟ هو حقيقة حتى لا نستبق الأمور علينا كما قال وزير الخارجية رمضان العمامرة قال بأن 60% من السلك الدبلوماسي تغير وهم عبارة عن شباب، وبالتالي حتى لا نظلم أحد علينا أن نترك الوقت يحكم عليهم، فقط على السلطات في الجزائر أن تفكر في ماذا ستمنح هؤلاء الممثلين الدبلوماسيين في يدهم حتى يذهبون به. على مستوى التشريعات على السلطات أن تضبط أمورها وأن تصل إلى تشريعات مع البرلمان طويلة المدى خاصة في مجال الاستثمار الاقتصادي، لأن الدبلوماسي أو القنصل أو السفير عندما يذهب إلى شركاء اقتصاديين في الخارج ماذا سيقدم لهم؟ عندما يكمل المفاوضات حول قانون يأتي ذلك المستثمر الجزائري يجد بأن القوانين عدلت وغيرت وألغيت، وبالتالي هؤلاء الدبلوماسيين بقدر ما يتحملون أجزاء كبيرة أو مسؤولية كبيرة في تراجع الدبلوماسية إلا أن الداخل له مسؤولية أكبر من خلال توفير آليات تفعيل الدبلوماسية من خلال تصدير استراتيجية متوسطة المدى حتى تكون الأمور مستقرة ويعرف وتعرف الممثلية الدبلوماسية على ماذا تتفاوض
ولماذا تروج ومع من تلتقي ولأهداف معينة حتى يكون التقييم وفقا لاستراتيجية واضحة جدا. نعم. ولا يمكن إرسال ممثلين هكذا. نعم. ثم نستدعيهم ونوبخهم أو نحكم على حصيلتهم بأنها ربما سيبين. كذلك الأستاذ بغرارة وربما توافقني الرأي وهذا ما قرأنا سواء في الصحافة المحلية أو البعد الدولي ومن يعرفون شخص وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سيد رمطال العمامرة أنه منذ تعيينه فتحت ملفات راكدة لسنوات وأن السيد العمامرة يواجه فعلا قوى خارجية يعني على الأقل من باب نقول لمن أحسن أحسنت ولمن أساء أساء. هو على كل حال مثل ما المثل الذي يقول الوصول إلى القمة سهل والبقاء فيها أصعب بكثير، وفتح الملفات قد يكون سهلا لكن استكمال هذه الملفات وترتيبها. نعم. وحل الأزمات يبقى هو أكبر رهان لأن العلاقات الدولية اليوم يقال بأنها تدار بالأزمات، الأزمات مفتعلة لإدارة العلاقات الدولية. نعم. وبالتالي يجب أن يكون لديك فريق كفء وفي مستوى العمامرة حتى يملك. نعم. الجهد والوقت والقدرة على تسيير كل هذه الأزمات في وقت واحد. إذا رمت العمامرة وحده كدبلوماسي لن يكفي، بل نحن في حاجة إلى مؤسسات عمامرية إن صح التعبير في الإعلام والثقافة والصناعة والتمثيل والدراسة والاستشراف بما فيها مؤسسات مخابر وما إلى ذلك. مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي لنهاية الجزء الأول من حلقة برنامج الأسبوع المغاربي. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهم أمر يهم الجزائر كحد أدنى من الاستفادة من الأزمة الليبية هو على الأقل تأمين حدودها حتى ينقص الضغط على حرب الاستنزاف التي تخوضها الجزائر لتأمين الحدود. لكن أعتقد بأن الجزائر على دراية بخلفيات الأزمة الليبية وأكيد بأن هناك تحالفات في الخفاء أو سيناريوهات من أجل تبرير شخصيات معينة على الأقل. نعم. إن لم تنفع الجزائر لا تضرها، وبالتالي فمع يعني تقدم أو اقتراب موعد الانتخابات الأمور تزداد يعني سرعة وحرب الكولسة بدأت تظهر للعنان. وحضور الجزائر في مؤتمر باريس بقدر ما هو مؤتمر خاطر جدا إلا أن البراغماتية والعقلية تفرض على الجزائر الذهاب إلى. نعم. قمة باريس على الأقل. الدعوة وجهت لرئيس الجمهورية إلى أن رئيس الجمهورية حسب ما قاله وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال العمامرة أن أجندة الرئيس عبد المجيد تبون لا تسمح، وبالتالي هناك من سينوب عن الرئيس في حضور هذه الندوة. لا، هو أحسن ما فعلت الجزائر لأن أعتقد آخر الأخبار تقول بأن تركيا لن يذهب رجب طيب أردوغان وحتى بوتين لن يذهب، وتم الفصل في سيرغي لافروف، وحتى وزير الدفاع الروسي سيكون حاضرا في باريس، وبالتالي ربما مع إيطاليا ألمانيا وفرنسا بالإضافة. قصدك عدم حضورهم الأستاذ بغرارة لإضعاف الندوة؟ لا، هو ربما حتى لا يتحملون المسؤولية فيما بعد، فالقرارات الخطيرة جدا لا يريد الرؤساء الظهور فيها بمظهر مباشر، ويرسلون إما نوابهم أو وزراء الخارجية لأن عملهم سيكون دبلوماسي ويقدرون على التبرير فيما بعد. وحتى حضور كامالا هاريس نائبة رئيس بايدن ستحضر. المؤتمر رفقة الأمم المتحدة هي يعني قرائن وقراءات تعكس بأن مؤتمر باريس سيكون ربما الحلقة الأخيرة في إطار يعني فرض التسوية السياسية وفرض الانتخابات وتجنب الطعن في النتائج. لكن أكبر مشكل إلى غاية هذه الساعات ليبيا لم تتوافق على من سيمثل ليبيا في هذا المؤتمر، وهو ما يعكس الخلفيات خاصة بعد الأزمة التي وقعت مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش. هو منذ مؤتمر الجزائر حول دول الجوار. نعم. في ذلك اليوم قام مجلس النواب باقتراح تجميد عمل حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يعكس بأنه عندما تكون مبادرة لفائدة ليبيا. نعم. يظهر الذين يحاولون تعطيل المسار السياسي سواء من الشرق أو من الغرب. وسنع
نعرف النوايا في البيان الختامي الذي من الآن قالوا بأن إيطاليا وفرنسا اختلفوا في البيان والنقاط التي يتضمنها البيان الختامي، خاصة بعد بروز نية الترشح لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، هذا ما جعل الوضع يتأجج داخل ليبيا. أريد أن أعرف وجهة نظرك الأستاذ وحيد بطريق. الأستاذ بغرارة يقول بأنه مؤتمر خطير جدا، بعض القادة المؤثرين والذين كان لهم الذين لعبوا دور في الساحة وفي الشأن الليبي سيغيبون عن هذه الندوة، ما هي قراءتك الأستاذ بطريق؟ أنا أظن هذا القمة هي استكمال للقمم اللي سبقت، وخاصة قمة الجزائر وقمة مصر الأخيرة، لأنه في 30 أكتوبر اللي فات هناك قمة وهناك دول جوار وهناك ضباط أمنيين من هذه الدول الجوار لإخراج هذه المرتزقة، ولكن بالتوازي مع الجهة الغربية. المشكلة في الجهة الغربية كذلك كبير بعد خروج السيد خالد المشري بإخراجته أنه لا يقبل هذه الانتخابات، ويحرض الميليشيات للخروج إلى الشعب ولا يقبلون، وهذا خوفا أن تكون كما 2014. يعني أظن أن هذه القمة هي هدية من أمريكا لظهور لحفظ ماء الوجه لفرنسا التي ضيعت مصداقيتها الدبلوماسية، وأظن بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية، لأن فرنسا أصبحت ليس لها وزن خاصة في أوروبا. المؤتمر اللي كان عنده وزن هو مؤتمر ألمانيا، يعني برلين 1 و2، أما المؤتمرات الأخرى تاع باليرمو تاع فرنسا وتاع دبي وتاع اكسترا قاعدتك كلهم كانوا بوزنيقة اللي والمغرب والتاع 2015 اللي دعت إليه فرنسا، لأنه المغرب ما كان عنده لا نقا ولا جمل في هذه في مع ليبيا، لا عنده تجارة معها ولا اقتصاد قوي ولا جيرة ولا أي شيء، ولكن كانوا يعطينا الوضع للخبث وللدمار الليبي. ونعرف ما قاله النوفال أوبسيرفاتور، يعني جون دانيال أنذاك في النوفال أوبسيرفاتور، قال لك ليبيا دولة مركبة ولا بد تعود إلى طبيعتها. ما نراه هو استكمال ما في المؤتمرات نقاط المؤتمرات ومؤتمر برلين، والخفي يعلمه إلا الله، لأنه فرنسا لا نثق فيها كثيرا. وننتظر الأيام المقبلة وننتظر البيان الختامي. الآن النقطة الأخيرة في هذا الحوار، ما هي قراءتكم إلى عودة سوريا إلى الحضن العربي بمرافعة من الجزائر، وأن الجزائر ستحتضن القمة العربية في شهر مارس المقبل كما أشار إلى ذلك السيد عبد المجيد تبون في ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، مؤكدا بأن سوريا ستكون حاضرة؟ وبالعودة إلى موقف الجزائر من الأول، الجزائر كانت ضد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، وبالتالي فالجزائر تمسكت بمواقفها والتاريخ أنصفها وحتى الوقت منح لها الحق. ومع التحرك الإماراتي الأخير والزيارة التي قادت وزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا وتوقيع اتفاقيات لمساعدة سوريا على تحقيق تنمية وتجاوز آثار الحرب، أعتقد بأن هناك بعض المؤشرات أو ترجيح لعدد كبير من الدول العربية الذين يساندون أو يدعمون عودة سوريا، لأن رمطال العمامرة قال مؤخرا بأن هناك انقسام واضح في عودة سوريا، وأعتقد بأن مع دخول الإمارات على الخط وبقاء 5 أشهر، أعتقد بأنها مثل ما صرح العمامرة قال بأن نحن اليوم نبحث عن حد أدنى من الاتفاقات والتوافقات لمحاولة إعادة لم شمل الأمة والدول العربية على الأقل للاتفاق حول قضايا ما زالت تحقق نصف إجماع على غرار قضية الفلسطينية، وحتى منطقة يعني الشرق الأوسط بما فيها سوريا تستحق يعني أن نساعدها، ومثل ما قال العمامرة حتى رجوعها لا يجب على يكون حساب تدخل في شؤونها الداخلية عن من يحكم وعن من لا يحكم. وبالتالي أعتقد بأن الجزائر يمكن في خلال هذه 5 أشهر ومن خلال تجنيد الدبلوماسية الجزائرية، وحتى لمح السيد رمضان العمامرة قال بأن رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بزيارات إلى دول عربية تحضيرا لهذه القمة ومحاولة لإقناع الدول العربية على الحضور بنوايا حسنة على الأقل لتحقيق بعض
الحد الأدنى من النتائج، مثلما حتى ربما نعود إلى الشعوب العربية التي باتت تعاني كثيرا، وهناك هو يعني معلنة بين الأنظمة وبين الشعوب خاصة في التعامل مع العلاقات البينية العربية. شكرا الأستاذ بغرارة. بقي أمامنا دقيقتين أستاذ بطريق في صلب الموضوع. الجامعة العربية اليوم، الجامعة العربية كما تسمى، ركود تام، انقسام في الأنظمة، هو كبيرة كما يقول أستاذ بغرارة بين الأنظمة وشعوبها. ما هي الآليات مدام الجزائر اليوم ترمي بثقلها كما قلنا السياسي والدبلوماسي للم الشمل العربي وتوحيد كلمته في مواجهة المخاطر سواء الداخلية أو الخارجية؟ وكما قال رئيس الجمهورية في هذه الافتتاحية، نحن في مواجهة ما يسمى بالجيل الرابع، حروب الجيل الرابع. في هذه الجامعة العربية، الجزائر تحركت في الأونة الأخيرة، وشفنا التحرك والتصريح نتاع الرئيس والتصريح السيد العمامرة جاء بدأ يعطي ثماره، واللي شفنا التحركات، شفنا اللقاء شفنا الملك ملك الأردن مع مصر، شفنا ويتكلمون على 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 فلسطين. اليوم هذا الانبطاح وهذا الانحطاط وهذا الانبطاح الى الأجندة الغربية، وهذه الجامعة اصبحت عبء على الشعوب العربية والإسلامية، وتخدم الأجندة الغربية غير أجندة تاع الأمة الإسلامية العربية، وأصبحت تابعة وصندوق بريد للخارجية الأمريكية. واليوم أظن الجميع في مصلحته أن يرمم هذا الجراح ويرمم هذه الجراح حتى تكون هذه الجامعة منبر لإعادة فعل شيء ما لمصلحة هذه الشعوب. والقضية الفلسطينية هي الجوهرة، هي الأسمنت التي ترمم أو هذه الجامعة العربية، وهي الديناميت التي تفجر هذه الجامعة العربية. اليوم الجميع يتكلم على فلسطين، لأنه ما شاهدناه مؤخرا وهو تطبيع مجاني، والجامعة أصبحت هي التي دمرت كل الدول العربية، والجزائر كانت مواقفها مشرفة في القضية السورية، في لما طردت سوريا الجزائر كان ضد، ولما كذلك علقت عضوية ليبيا الجزائر كان ضد، واليوم التاريخ انصافها. وأظن هذا المرة الجامعة العربية محكوم عليها إما أن ترمم نفسها وإما تذهب إلى الزوال. الزوال. كلمة ختامية أستاذ بغرار. هو لا أدري إن كان من حسن، هل ستتفائل الشعوب؟ لا، هو التاريخ الأنظمة هي التي ستتفائل في هذه اللقاءات. لا، هو في 2005 قمة الجزائر الدول العرب، جميع الدول العربية اقترحت إصلاحات مهمة جدا من حيث الأمين، تعيين الأمين العام ولا يكون من الدولة التي تحتضن مقر الجامعة، واقترحت الجزائر استحداث طريق التصويت جديدة، لكن كلهم رفضوا تلك الإصلاحات. وبعد تضييع 16 سنة سيعود العرب إلى الجزائر رغبة منها أو أملا منها في تحقيق تلك الإصلاحات التي ستكون بداية لمسار طويل من أجل استرجاع ثقة الشعوب العربية أولا، حتى تمنح لنفسها قوة، ثم تتطرق إلى التعامل مع ملفات الخارج ومختلف القضايا العربية. وإن كان الأمر صعب جدا، إلا أننا ما علينا إلا التفاؤل، مثل ما يقول الإنجليز أن آخر شيء يموت هو التفاؤل والأمل. وملخص هذا، يعني أنت تتكلم عن التفاؤل، وهناك من يرى ربما سيكون هناك ما يسمى بالتشاؤل، وهذا ما لا نريده، يعني بين التفاؤل والتشاؤم. الأستاذ بغرارة، لنتشاؤم خيرا لنتشاؤم خيرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج الأسبوع المغاربي. أشكر لكم كرم المتابعة، ولا يفوتني أن أشكر ضيفي دخل الأستوديو الأستاذ عبد الحكيم بغرارة، شكرا على قبولك الدعوة وجزيل الشكر كنت معنا. الأستاذ وحيد بطريق الباحث السياسي والجامعي، شكرا على قبولك الدعوة وكنت معنا. مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيات الفريق الذي رافقني في إعداد هذه الحلقة. موعدي بكم يتجدد غدا إن شاء الله مع برنامج مع الجالية. إلى ذلكم الحين، ها هو عبد الكريم حاج مهدي يحييكم، أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء.
مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني والأخير من حلقة الأسبوع المغاربي، والتي أسعد فيها لمن التحق بنا الآن باستضافة محلل البرنامج الأستاذ عبد الحكيم بغرارة الإعلامي والمحلل السياسي، كما أستضيف الأستاذ الباحث الجامعي الأستاذ وحيد بطريق. الجزء الثاني، أول نقطة الأستاذ بغرارة أبدأ معك، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتأسف للفهم الخاطئ لما صرح به لصحيفة لوموند فيما يخص الجزائر. تاريخيا معروف بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية تنفخ الحر والقر في نفس الوقت. ما هي قراءتك لكلمة الرئيس الفرنسي يتأسف ولا يعتذر؟ أعتقد بأنه كان رد فعل ربما حول الحوار الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون مع صحية دير شبيغل الألمانية عندما قال بأنه لن يكون المبادر في عقد الصلح مع فرنسا، وأن فرنسا هي التي أخطأت وحاولت تقزيم واحتقار وإهانة الجزائر. وبالتالي أعتقد بأن الإليزي في فرنسا يتابع كل صغيرة وكبيرة، واستغل هذا الظرف من خلال إصدار بيان عبر الإليزي يعبر فيه عن أسفه تجاه ما بدر من الرئيس ماكرون. وهذا البيان الذي يحلله وينظر في ما بين السطور، أعتقد بأنه يجيب على الأزمة التي افتعلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان يعني يضع في خططه يعني أنه بعد أسابيع سيقوم بالتأسف وإصدار بيان. لكن طيلة هذه المدة ماكرون اسمه لم يغيب عن وسائل الإعلام، وظهر بأن اللوبي الصهيوني هو الذي يسير هذه المرحلة خاصة ما قبل الانتخابات، وفيه الكثير من الحسابات. من جهة أخرى، هذا البيان الذي تعتبره ربما فرنسا دبلوماسيا ويعترف بالأمة الجزائرية وبتاريخ الجزائر وبمكانة الجزائر وبأنه يحترمها، أعتقد أنه يدخل في سياق حرب نفسية تمارسها فرنسا على الجزائر منذ الاستقلال. هذا الحرب النفسية أستاذ بغرارة، عذرا على المقاطعة، الرجل يقول يتأسف ولا يسحب كلامه، يعني كان يجب أن يسحب كلامه فيما قاله ثم يذهب إلى الاعتذار. يعني قراءة بسيطة في بيان الإليزي تفهم بأنه للاستخفاف، أو أن هناك المرحلة المقبلة، لأنه أفريل المقبل ماي هناك انتخابات رئاسية في فرنسا، وربما المقربين من إيمانويل ماكرون ذكروه بعدد الأصوات تاع مزدوجي الجنسية من الجالية الجزائرية، خاصة بعد النداء أو المداخلة التي قام بها سفير الجزائر في فرنسا السيد محمد عنتر داود، عندما دعا إلى خلق لوبي سياسي من مزدوجي الجنسية واللي بإمكانهم باش ينتخبوا. ربما الآن الإليزي تفطن إلى هذا الجانب، خاصة عودة الجالية الآن أو النخبة في الجالية اللي تفطنت إلى هذا الدور كمقايضة مع الطبقة السياسية في فرنسا. وأنا أعتقد بأن الفترة الماضية الرئيس إيمانويل ماكرون كان في يد اللوبي الصهيوني، هو الذي سير هذه المرحلة حتى يخلق أزمات ويختل جدلا في وسائل الإعلام، لأنه اللوبي الصهيوني يراهن على إيمانويل ماكرون أكثر من اليمين المتطرف، لأن هناك أمور تاريخية تجعل اللوبي الصهيوني لا يرتاح لي أو لا يأتمن اليمين المتطرف. وبالتالي فهو رغم أن الخيارين سيئين، لكن ماكرون هو الخيار السيء الأحسن في هذه المرحلة. وبالتالي لا ننسى بأن مثلا وزير الخارجية الفرنسي جوني فليدريون من خلال لقاءاته المتكررة عبر عن أسفه وعدم قبوله للهجة أو السياق الذي تحدث فيه إيمانويل ماكرون، وهذا في إطار سياسة التوازن. مداخلة لودريون جاءت لرأب الصداع تقريبا، لأنه طردوا علاقات ببعض السياسيين الجزائريين، وهو علاقة طيبة يعني من أجل خلق توازن في الأزمة وتوجيه الرأي العام بأن ليست كل فرنسا تنظر إلى الجزائر بنظرة إيمانويل ماكرون. وبالتالي فإدارة الأزمات هي فن، خاصة وأن ما قام به ماكرون رافقته حملة إعلامية ودعائية كبيرة جعلته يقتل كل المترشحين الآخرين، حتى أننا لا نسمع بأن إيدالغو أو بإيريك زمور في الأيام الأخيرة، ما عدا يعني صورة ماكرون سواء بالسيء أو بالإيجاب، لأن الحملات الانتخابية كثرت الظهور في وسائل الإعلام بغض النظر عن الإيجابية. برأيك هناك إجماع حول شخصية ماكرون في
أفريل المقبل أستاذ بغرارة؟ هو فيه يعني سيناريو يتحدث من الآن عن دور ثاني في الانتخابات الفرنسية، وهو ما يعكس بأن هناك كولسة وحرب خفية كثيرا من أجل العهدة الثانية لإيمانويل ماكرون، وما زيارة كامالا هاريس نائبة رئيس بايدن لمدة 5 أيام لباريس يعني يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون انتزعت صفقة الغواصات مقابل عهدة ثانية لإيمانويل ماكرون، لأن العلاقات الدولية حاليا تمشي بالمصالح، وكل شيء سنتعرف عليه في الأشهر القليلة الماضية. وسنأتي إلى قمة أو مؤتمر دعم ليبيا الذي تحتضنه باريس. الأستاذ وحيد بطريق، ملفات كثيرة عالقة شائكة معقدة تربطنا بفرنسا، تربطنا بباريس كعاصمة قرار، ملف الذاكرة، الأرشيف، تراكمات تاريخية. إلى متى يبقى هذا المد والجزر ما بين الدولة الجزائرية وفرنسا؟ يعني لماذا لا تقلب الصفحة؟ وهذا ما جرى ما بين ألمانيا وفرنسا، واليوم راك تشوف التعاون الاقتصادي الألماني الفرنسي. لماذا لا يعلن الطلاق البائن وتبقى يعني نظرة الند للند، دولة ذات سيادة مستقلة مع دولة ذات سيادة مستقلة كذلك؟ شوف، هذا الملف أنا قسمه، هذا الملف وهذا التصريح أنا قسم وما جرى من قبل من صريح أنا قسمه إلى محورين. المحور الأول هو هذا الحق اللي أتكلم عليه، كما يقول الشاعر فالحق يؤخذ عنوة، لا بالموعد ولا بالمزاعم، من كان يطمح للسلام مع العدو أنه واهم، فالسلم ليس مع الذئاب، لا تكون أبدا سالما، لا تكون أبدا مسالما. نعم. إذن هذا العدو أبدا لا تكون معها مسالما. المحور الأول هذا التصريح الأخير أنا أصنفه أولا يحتاج إلى الجزائر، يحتاج إلى الجزائر أن تحضر في هذا المؤتمر، لأن الجزائر لها ثقلها في هذا المؤتمر، لأنه الجزائر لها علاقة أكثر من فرنسا في التأثير في المشكل الليبي، لأنه لأطرف المشكل الليبي وهو دول الجوار وهي تشاد والسودان والنيجر، اللي حوالي 10,000 حتى 25,000 من بعض التقارير تقول موجودين، هذا من المقاتلين موجودين في الصحراء. نعم، هذا في الشق الليبي الأستاذ بطريق الآن له علاقة. لا، نعم سنأتي إليه. لكن في قضية أن الإليزي يتأسف لذلك الفهم، في حين هناك ملفات راكدة إلى يومنا هذا بين الجزائر وباريس. شوف، الإليزي قلت لك له عدة، له أهداف، أنا قسمتها إلى محور. نعم. إلى محورين أو إلى هذا. أولا أن هناك انتخابات قادمة، هذه واحدة، ولابد استقطاب المزدوجي الجنسية. نعم. أثنين، أن أظن أنها صفقة ما في الاجتماع الأخير في قمة 20 مع أمريكا، لما لما فرنسا خرجت أصبح ليس لها موطن قدم في المحيط الهادي والمحيط الهندي. نعم. وضيعت صفقة غواصات حوالي 56 مليار دولار، وهذا ثمن كبير للاقتصاد الفرنسي. نعم. زيد على ذلك اليوم يحتاج إلى الجزائر في هذه السياسية، لأنه الجزائر لها علاقات جيدة مع تركيا، وتركيا موجودة في الغرب الليبي وفي طرابلس، أفضل من لها العلاقات أفضل. نعم. من فرنسا. لها علاقات مع روسيا كذلك أفضل من فرنسا. نعم. ولها علاقات كذلك مع دول الطوق يعني جوار ليبيا أكثر من فرنسا. نعم. ولهذا يحتاج إلى الجزائر بثقلها الوجود الدبلوماسي والتاريخي والتحركات الأوزيد كذلك والتحركات الأخيرة الدبلوماسية الجزائرية وزيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر، ولهذا يحتاج إلى الجزائر وتهدئة النفوس شيء ما لربح واستقطاب المواطنين المزدوجين الجزائر في الانتخابات المقبلة. شكرا الأستاذ بطريق. إذن نحن الآن في الشق الليبي أو حول ليبيا. الأستاذ بغرارة، الآن ما يعني آخر التطورات في الشأن الليبي؟ أن الماريشال أو العقيد، أو لسنا ندري عن الرتبة تاعه بالضبط، خليفة حفتر، يقول بأنه إذا وصل إلى الرئاسة
أنه سيطبع مع إسرائيل، هل المنصب مقابل التطبيع برأيك؟ لا، هو منذ البداية، منذ بداية على الأقل تسوية، إطلاق تسوية سياسية في ليبيا، ظهر هذا المعطى وإن الكثير شكك فيه، لكن مع مرور الوقت تبين بأن مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا يتجسد، يعني بعد وصول أوباما إلى سدة الحكم والخطاب الشهير الذي ألقاه في جامعة القاهرة بمصر وأعلن منه هذا البرنامج، تبين بأن هناك تكتل دولي يعمل على إسراع أو تجسيد قانون إبراهام للتطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن مؤتمر ليبيا اليوم الذي سيعقد اليوم ويكون قد اختتم اليوم الجمعة، أعتقد بأنه فيه مكر، وهو مؤتمر خطير جدا على القضية الليبية، لأن أهم نقطة ستدرس في هذا المؤتمر هو إلغاء أي طعون في نتائج الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر. والمتتبع لنوعية الحضور في المؤتمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتأكيد يعني حضور فرنسا على أعلى مستوى ووزير الخارجية الروسي، أعتقد بأن المؤتمر يحضر لفرض شخصية معينة، وقد يكون الماريشال حفتر، لأن قلت لك هذا المؤتمر سيكون منصب على نقطة واحدة، وإن كان فيه تسويق لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، هذا ربما للتسويق الإعلامي حتى تظهر هذه الدول بأنها ملائكية، لكن أهم أمر وهو تزامن مع إصدار اليوم أمس الخميس المجلس الأعلى للقضاء الليبي عين لجان قبول الطعون في نتائج وإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما يعكس حدة الانقسام بين الشرق الليبي والغرب الليبي، وما مؤتمر باريس والتايمينج أنه جاء في آخر مرحلة قبل الانتخابات، وحتى غياب حفتر كل هذه الأسابيع عن التصريحات كان بإعاز حتى يتم التمهيد له للوصول إلى الحكم، لأنه هو الذي سيضمن مصالح الكثير من الدول. العلم أنه كان مطلوب قضائيا في إحدى الولايات الأمريكية، في فرجينيا بالضبط. سؤالي لكم الآن، الجزائر ربط يعني بثقلها السياسي والدبلوماسي في الملف الليبي الذي ما زال يؤرق قوى عظمى من تركيا إلى روسيا إلى مصر هي الأخرى ودول الجوار. الجزائر تقف على مسافة واحدة بين كل الأطراف في ليبيا، برأيك الآن وصول شخصية معادية للمصالح الجزائرية ومعادية للجزائر، وصول شخصية معينة إلى سدة الحكم في ليبيا عبر الانتخابات، لسنا ندري إن كانت سيشوبها الخلل أم ستكون شفافة ونزيهة كما يسوق لها، برأيك الجزائر ستغير في مواقفها في هذه الحالة؟